تم بحمد الله تعالى إنشاء اتحاد لكرة الهدف في فلسطين، وبفضل ذلك تم إنشاء 5 أندية في قطاع غزة و5 أندية في الضفة الغربية، وتم تفعيل بطولة كرة الهدف في قطاع غزة، وتم تشكيل فريق للجامعة الإسلامية لكرة الهدف. طبعا في البداية من الصعوبات التي واجهتنا لتكوين فريق كرة الهدف للجامعة الإسلامية وهو يعني عدم معرفة بعض الطلاب لما هي كرة الهدف وكيف يعني وهو كيف سيمارس هذه اللعبة وكيف سوف يلعب بها. والبطولة التي شاركنا فيها مؤخرا وهي كانت بطولة كرة الهدف وحصلنا فيها على كأس هذه البطولة بحمد الله عز وجل. حقيقة الجامعة لم تقصر في يوم من الأيام في دعم المكفوفين بشكل عام في جميع جوانب حياتهم، سواء كانت الأكاديمية داخل الجامعة أو الرياضية أو إلى غير ذلك. لاعبة الجامعة الإسلامية بفضل مجهودهم وتدريباتهم القوية وتحميسهم يعني أحرزوا هذا اللقب والذي يعني شرفونا فيه. في هذا الحدث المميز بداية أتوجه بالتهنئة الحارة لأبنائنا من فريق كرة الهدف على هذا الإنجاز الطيب والمميز، حيث أن الهدف من هذه البطولة ترسيخ هذه اللعبة في فلسطين، وأيضا اختيار المنتخب الوطني الفلسطيني ليشارك في بطولات على الصعيد العربي والدولي. كثير نحن فرحين بأن يكون فريق مميز من المكفوفين ومن ذوي الإعاقات أن ينافس باقي الفرق الجامعية التي تميزت. يعني عندما نتكلم على احتفال بحصول فريق الجامعة على كأس كرة الهدف فهو من ناحية هو جانب رياضي، والجانب الرياضي هو جانب تكميلي لازم لبناء الشخصية المتوازنة في المجتمع، لبناء المواطن الصالح الذي لا يفرط في جانب على حساب جانب آخر. في النهاية تقدم جزيل الشكر للجامعة الإسلامية على ما تقدمه من جهد عظيم في سبيل إخراج وتنمية مواهب المكفوفين إلى النور، نتمنى أن يستمر هذا العطاء. الحقيقة يعني كما يقولون نور على نور، وبذلك يستحقون كل تقدير ويؤكدون على أن هذه الشريحة المهمة في هذا المجتمع تحتاج فقط إلى من يعطيها الفرصة لكي تقوم بدورها إن شاء الله كاملا في المجتمع. نحن نهنئ الإخوة بحصولهم على هذه البطولة، ومن قبل نهنئهم على روحهم العالية في التعامل مع هذه الأنشطة، ونحن إن شاء الله في الجامعة الإسلامية سنبذل قصارى جهدنا لكي نقدم لكم ما نستطيع من خدمة حتى تقوموا بدوركم الكامل